الناس يا أخوان لا زال علماؤهم وفلاسفتهم يبحثون في أسئلة ثلاثة مرت معنا من أول السورة، أسئلة البشرية الكبرى، يبحثون عن جوابها، ويعيش فلاسفة ويموتون ولا يجدون جوابا. السؤال الأول: كيف كانت البداية؟ والسؤال الثاني: لماذا جئنا على هذه الأرض؟ والسؤال الثالث: إلى أين نمضي؟ فأجابت السورة في آيتين اثنتين عن أسئلة البشرية الكبرى. لذلك المؤمن لا يحار، والمؤمن مطمئن، والمؤمن مرتاح، هو بيعرف من أين جاء، وبيعرف لماذا جاء، وبيعرف إلى أين يمضي. أما الذين لا يؤمنون بدين الله عز وجل فهم يحارون، ليش نحن موجودين هون؟ مشان ناكل؟ طيب أكلنا، شو نعمل؟ نشرب؟ شربنا. شو نعمل؟ نلبس؟ لبسنا. شو نعمل؟ نقيم علاقات مع النساء؟ أقمنا. بعدين يحارون. أما المؤمن قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أخبرنا الله عز وجل بقصة البداية، كيف جاء الإنسان على هذه الأرض، هذه لا يوجد من يخبرك بها إلا دين الله عز وجل. فنحن نعرف قصة البداية ونعرف لماذا جئنا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أنتم جئت بكم إلى هذه الأرض لتعبدوا ربكم، لتقيموا شرع الله عز وجل في هذه الأرض، لتحملوا الدليل الإرشادي في كل مفاصل حياتكم. فنحن نعرف كيف كانت البداية، ونعرف لماذا جئنا على هذه الأرض، ونعرف إلى أين نمضي. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. نعرف بأن أناسا سيمضون نحو النعيم، وأن أناسا سيمضون عياذا بالله تعالى نحو الجحيم.